أشكال ووقفات ومظاهرات إلى حين تحقيقها. ولكن مثل الصخصة الدالي السلمية خد تلك اسم الزلمة باش السلمية 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 إن بعضا حتى أحلو في تعجيبة صابتوس المخزن تعجيبة العود واستشم شيء من صغرني روخة المخزن يبقى راس الشيء الصاصي يبوز القيمة الثوري قنينة ذات أنا وفوق أنبين إلى النوم المساجد الصلاة هلا استخدام السيول خير حق وإخقاق شي شبدي داكي ذي قصة بالحراك وإخقاق شي لأن الحراك غسل أهيز ولكن لا تطبل للطغيان والديكتاتورية لا تطبل للفساد الله تعالى إنك أين مرمي تخطر الغشي الآية تطبل ولا تركانوا إلا الذين ظلموا فتمسكم النار بيتعنا إيمتعنا ولا تركانوا إلا الذين ظلموا بيتك إقى الله تعالى ولكن اسماشي اكيد خيرها اذا ولك حق الشيء 60 سنه الحصار 60 سنه القمع 60 سنه الترهيب 60 سنه الاستفزاز وزيد وزيد انا الاوان احمانيني كفا يا اما نعيش كرامه يا اما نمس كرامه إني تتفغل الشات من الحراك السمين على الملة إني المغادة المصالح تكرشهم عجينة تكذب هذي صلاح الحال هذي صلاح الحال تكذبنا هذي صلاح الحال ليش قارست الدولة وشي ستشهر وشي غست شهر بالله العلي العظيم يحتى شفانا بابهم كل شيء استحبك عباد الله الفتنة كيفش فتنة أكثر من أن الفلوس كيفش والبناور الأفريكا وكيفش في سويسرا كيفش فتنة أكثر من أنك القايد هنقالوا القايد هذا سكش الكاتكاش كاتكات قاع القوية سلي كاتكات أش كتبغي تستولد لا الفتنة حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة فقط لأن كاين خوتنا اللي ما كيفهموش الريفية وفي الحقيقة الريفية أو السوسية أو الأطلسية خصهم خوتنا المغاربة يتعلموها لأنه ما يمكنش أنت كتقول هاد الوطنية تسع للجميع في حين أنك تلزمني أنني خصني نبقى نتكلم بالدارجة خصك تعلمها الريفية خصك تعلم حتى السوسية باش تعرف خوت المناطق ما ايش كيهضروا ما عليناش وصلوا الرساله احنا ما عندناش مشكل ديال اللغات لان اللغات في اخر المطاف كلها ايه من ايات الله اليوم اش وقع اليوم الجامع اش غير عدوات اش كملوا الغويب وكامل لا اليوم انا كنت غادي نصلي انا كنت غادي الجامع نصلي تلاقيت مع الخوت امين الاخوان تلاقيت مع شي اخوان خارجين من الجوامع قلت لهم مالكم قال لك سيدي اليوم واحد من الخطبه على فتنة فوالا الفتنة ما الفتنة جيت تدخل الجامع كنسمع الفتنة والاستقرار وكذا وكل مره الاستقرار انتظرت في وجه هذا الامام لانه ما قاله يلزمه وحده ولا يلزم مسلمين لانه حنايا الحمد لله الحراك سبع شهور هو محافظ على السلميه وكيطال مطالب اقتصاديه واجتماعيه وتراكم قطاع الطهي ديال العسكره الدوله كتنزل علينا بالقمع الدوله كتنزل علينا بالحصار وكتجيب هنا الفلوس مثلا الاطراك كيبانوا التلفازه مشاريع ما كاين لا مشاريع لا والو هادو كلهم جابوهم يصوروا هاد الناس هادو اللي جايين هنا جايين يتفلاو على المواطنين حنا ما عندناش ثقه هاد الناس هادو هاد الثقة قدناها لأن 60 سنة من اليابطات و 60 سنة من الشعارات إلا كاينين شي مشاريع بغيتو تطبقوهم ديروا معنا محاضر أعطيونا ضمانات حنا ما عندناش فيكم الثقة نتوما دابا إذا أعطيونا ضمانات وحنا نرجعوا للديور ديالنا من حقوق لا يكلف شيء أنا الإخوان شيء بسيط جدا لا يكلف الدولة شيء إذا حنا اليوم ما نطالب به مطالب اقتصادية واجتماعية كما يحق لإخواننا في باقي المدن المغربية الأخرى اللي كيعانوا تهمة، تهمة من حقهم يتكلموا، تهمة من حقهم يطالبوا، ما يمكنش
اليوم غتمنعني من حقي. الدستور يكفل حق التجمهر السلمي، يكفل حق الاحتجاج السلمي. وعلاش الدوله كما خرج علينا ولا نعاود ان شاء الله اليوم في اللايف مع 8 الليل ردا على بوق العصابه اللي مسمه الخلفي اللي خرج بواحد المغالطات اخرى، باش تعرفوا الدبدبه اللي عندهم، باش تقطعوا الفضايح ديال هاد الناس اللي ما عارفينش اش كيقولوا. ما عرفتش هاد الناس انا، لا 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 اتهم حد، ولكن ربما يستعملون القرقوبي، لانه هاد الناس كيقولوا كلام ثم بعد ساعات يخرجوا بكلام اخر، يعني تناقض. باش تعرفوا ان افشل حكومه، كل حكومه فاشله الا هاد الحكومه اكثر منها شويه فاشله. اليوم غنطلقوا لشي نقاط في اللايف مع الساعة 8 ليلا على الصفحة ديالي، باش نوضحوا تعرفوا هاد الدولة هادي على التناقض عنده الكلام، كل وزير يلغي بالغاب. فالإخوان والأخوات كنحيوا خوتنا في المدن المغربية الأخرى اللي خرجوا طلامنو، كما نحيي إخواننا في خريبكا وفي عين طوشطاط وفي بني ملال وفي مراكش وفي في 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 جميع المناطق الأخرى في تطوان تيهم طنجة أكيد والقنيطرة. كل التضامن مع جوج معتقلين اللي كانوا مساكن خارجين يتضامنوا مع خوتهم هنا في الريف واعتقلوهم طلبة وهم على أبواب الاجتياز ديال الامتحانات. اليوم حنا هادشي اللي كنقولوه راه مأمنين به وما قناعات ديالنا، وكنحييو جميع الأحرار والحرائف في المغرب اللي متضامنين مع هاد الحركة هذا. نقول أننا نشد على يدكم، ما يضركم يضرنا وما يفضحكم يفضحنا، والحمد لله داك الصراع اللي كنبغي ديال الدولة بين أبناء الريف وخوتهم في باقي المدن المغربية الأخرى شلت، كانت بغات تضرب الناس ديال كازا بالناس ديال الريف أو الناس ديال الريف بالناس ديال القنيطرة، ما شلت. لأن علاش؟ خوتنا في المدن المغربية الأخرى عارفين 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 باللي أن هادشي كيديروا المخزن غير مرغوب به، وأنه كاين الملايير التي تنهب وغتعطى الموازين، في حين البسطاء كيمشي باغي غير بطاطي باغي غير شوكه كيقولوا سير شريها. عندنا المستشفى هنا اشبه بالاسطبل، ودابا كتبوا قالوا ليهم راه كاين مستشفى الانكولوجي، ولا نعاود في هذه المساله ديال المستشفى الانكولوجي، غنعطيوكم داك الشيء بالتدقيق وتعرفوا ان داك الانكولوجي كان مسدود وما كانش كيقدم خدمات فين وفين. وهذا الشيء راه ما كنتكلموش من الفراغ بقدر ما اننا نتكلم من موقع مسؤولية، ونتحمل مسؤولية، ولا ترهبون جحافل الدولة الدكتاتورية ولا الأجهزة القمعية ولا أي كان اللي باغي يصف هذه الحركة هذا. راه 7 شهور لكم عبرة في فرعون، لكم عبرة في من سبقوا، لكم عبرة في من سبقوا. سير حقوا من حقوق العباد. الله، عندكم مشكلة مع ناصر الغزالي ما بغيتوش تجلسوا معاه الطاولة، ماشي مشكل، لأنني لا أبتغي اللايفات أو الصورة. أنا جلست معاه وزير كذا وكذا، أنا راه خرجت معاه كما خرجوا خوتي، يتحقق الميف حقوقي وزيد حالتي. انا بغيت نشوف ردًا على أئمة الضلالة والجهلة من فقهاء السلاطين اللي باغيين يديو البلاد إلى مستنقع من الدماء الأكاذيب ديالهم، والفتاوى الشاذة، الفتاوى ديال بحال الساندويش. دابا ولات الفتوى أنس بن مالك قبل ما يفتي عرفت شحال كيجي كيترعد كيترعد أنس بن مالك كيترعد، وكيجيك واحد إمام داير لك نعم سيدي جاي لك مفجح فايق ما كيقول لك نعم سيدي راه الفتنه. وعرفتي هذا المصطلح الفتنه اللي خرج في فمه كان ربما سيودي بامر خطير جدا. عرفتي شنو هي؟ لانه كيعطيو الشرعيه للمخزن باش يطمع. من بعد ما مشاو المنتخبين الخبثاء اللي كانوا وقعوا في البدايه واللي بخسهم الوالي يعقوب يفشلوا فين غيمشيو؟ غيمشيو للامام دابا، غيمشيو للمساجد، ولكن المساجد لا نسمح ان يذكر فيها اسم المخزن. المساجد اللي دانا مع الشكل اللي ظنينا اشكم يحفظ الله تعالى قرار الشهيد.
لا اصلح كيف.